السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. نحن الآن في أمام هذا المحل الجديد وهو المعجنات والمناكيش، وهو طبعا تعتبر شامية وحلويات. انتقلت عدسة الكاميرا وهي عدسة عرب الدنمارك في العاصمة الدنماركية في هذا اليوم 30 مارس 2018، والتقطنا بعض الصور في هذا المحل الجديد وهو المتواجد في فريدريكسون فاي القريب من مسجد الرابطة الإسلامية في العاصمة الدنماركية والقريب من محطة النوروبرو سيشيون. هذا المحل هو يعتبر من الحلويات الشامية التي تكون مجهزة لشهر رمضان المبارك. قمنا بهذه التغطية بعد قيامنا باتفاق مع صاحب المحل. ما هي أنواع الحلويات؟ الهريسة والنمورة وأيضا بسبوسة وأيضا البوتفور والمعجنات أيضا والبقلاوة. هاي هي المعجنات أيضا. السلام عليكم. السلام. صاحب المحل ألف مبارك. الله يبارك فيك على هذا الافتتاح الذي ينتظره أبناء الجاليات العربية في كل العاصمة الدنماركية وهي الحلويات الشامية. نعم. عرفنا على اسم المحل. شام بياغي. نعم. نحن هون بنعمل معجنات ومناقيش وحلويات عربية وبيفور وبكعك وبقلاوة إن شاء الله وايضا كنافه ان شاء الله. كنافه قريبه ان شاء الله. انواع الحلويات التي عندكم ما هي؟ عندنا حلويات مبرومه، عندنا بلوريه، في عندنا هريسه، في عندنا نبكيه، في بسبوسه، في بيتفورات، وفي كعك ايطالي ويوناني ومع طبعا مع البيتفور بقلاوه، في عش البلبل غريبه، في مرازة وأيضا المعجنات. معجنات في عندنا سبانخ، زعتر، في هاي جزر مع زيتون، بولزا، وفي عندنا بيتزا صغيرة، ميني بيتزا. وعندنا هون في زعتر جبنة، في صفيحة بعلبكية، في شامية، في فيتا مع جوز، بالإضافة للكشك وللمحمرة وللمنقيش طبعاً كافة أنواع المنقيش. هذا المحل يفتح من أي ساعة باليوم؟ من الساعة 8 للساعة 10 إن شاء الله. يعني الذي يريد أن يتناول طعام الفطار يأتي ويتناول المناكيش، يكون جاهزة كل يوم طازة يعني إن شاء الله. طيب الأسعار كيف بتكون متناول اليد؟ أكيد أسعار إن شاء الله تكون أسعار منيحة وجودة كمان جودة كويسة كثير إن شاء الله. إن شاء الله تحضرون أشياء جديدة لرمضان مثل إن شاء الله جميع أنواع الحلويات إن شاء الله لرمضان والمعجنات والمنقيش إن شاء الله كله. أنواع الحلويات في رمضان اللي هي لومة القاضي أو لومة القاضي، عندك أصابع زينب، في كنافة، وفي عندنا تشكيلة الحلويات كاملة يعني البقلاوة والبلورية والمبرومة والهريسة والنخية. نعم. نعم. وتكون عندكم أسعار يعني تناسب الجميع. إن شاء الله وإن شاء الله يعني لعبة طيبة وجودة طيبة إن شاء الله. عرفنا على اسمك يا أخي. محمد الصالحي. أهلا وسهلا. أنتم كنتم فاتحين في مكان آخر. كنا في آما. في آما. نعم. وانتقلت إلى هنا في المنطقة. اسم العنوان. فريدريكسون فاي. نعم. رقمه. رقم 2. في شيء للمحل الحجوزات مثلا ارقام تليفونات؟ في صفحه على الفيسبوك اسم شام بياغي. شام بياغي. بياغي. الف شكر. تابعنا على عرب ديكو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك عرب ديكو وعلى صفحتنا ايضا مجله همسه الثقافه. آه.
سيشاهدك مئات الالاف وان شاء الله لعله خير والف مبارك وتشوفوا على الخير ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ايها الاخوه المشاهدون الكرام، نعم قمنا بهذه التغطيه لمشاهدونا الكرام ابناء الجاليات العربيه والاسلاميه في العاصمه الدنماركيه. ها هو العنوان كما ذكرت، ها هي التغطيات التي نقوم بها بخدمة أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية. ما عليكم إلا الاتصال والحضور إلى هذا المكان، مكان جميل، جلسة ممتعة حلوة في الشمس، وطبعا ها هم الناس متواجدون في هذه الساحة. يوجد عندنا هي محلات اللي هي البازار وأيضا الحلو، محلات الخضرة وأيضا مكان شعبي خضروات، وهي ها هو محلات الخضار، ها هو مسجد الرابطة في العاصمة الدنماركية، الستيشن وهي النارفرو، باز رقم 5 يمر من هنا و350 أيضا يمر من هنا. ما لا أزال إلا أن أودعكم باسم المحل وهو شام بغاري كما ذكر أحد عمال هذا المكان. لا يسعني إلا أن أشكر الجميع، دمتم وإلى اللقاء. مراسل الجاليات العربية في العاصمة الدنماركية أبو الأمين، اتصلوا بنا وروجوا دعاياتكم ونحن مستعدون إلى نشرها لعشرات الآلاف في كل جاليات. دمتم وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أمين.